يقال بأنها عصابات منظمة وربما صدامات جرت بينها وبين رجال الأمن أم غير ذلك؟ ماذا عن روايتك لما يحدث؟ نعم، هنالك تأكيد لأني لاحظت اليوم شبه اشتباك في ساحة بتر بين قوات الجيش التي عرفت في خلال الليلة الماضية وليلة أمس بأنها لا تقوم بإيقاف السيارات، ولكن رأيتها توقف بعض السيارات، حوالي 5 أو 6 سيارات أغلبها تحمل اللافتة الزرقاء، يعني السيارات المؤجرة. بعد إيقافها قام رجال الجيش بإشهار السلاح في وجه من يركبون هذه السيارات وتم إنزالهم. كما سمعنا أيضا أنه في ناحية باردو وقع تبادل إطلاق نار بين تلك السيارات أو سيارات مشابهة لذلك ورجال الجيش. المعلومات التي يمكن أن أؤكدها الآن، وعندما التقيت ببعض الضباط الذين يرابطون في أحد شوارع العاصمة قالوا لي والمصدر مؤكد أن السيد بن حسن الطرابلسي وهو صهر ليلى بن علي الآن وقع القبض عليه، وهو الآن موجود في سكنة زغوان المعروفة، نعوينة، سكنة نعوينة المعروفة لدى الشعب التونسي. اما عن السيد عماد الطرابلسي وهو شقيق اخر، تاكد لي الضابط نفسه انه وقعت وفاته، مع العلم ان نفس المصدر العسكري يؤكد ان هذه السيارات التي تحمل اللافتة الزرقاء هي عصابه بوليسيه تتبع الامن الرئاسي تحت امره وتسيير السيده علي السرياتي المعروف الوجه الامني المعروف جدا في تونس. علي السرياتي الذي هو رئيس الامن الرئاسي سابقا للرئيس زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع. نعم 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 وهو كذلك. فقط حتى نوضح سيدي الكريم سيد أسامة بن سالم.